نايم أبيك يا سادة جبنايم كدش من أمام الصدم صدم من أمام كدشم من أقليم إبن بطيب وقت مباشر ونم ونم تغير ديت الميدان ميديتك النقل أصلا بالبرم أنتم عن ذلك صدم جاليات والأخر ينقل الحدث متواشر عبر اليوتيوب ومن بعد ذلك تقنية الفار أيضا تحضر داخل أرضية هذا الميدان للرمية الجانبية اتلعبت عالية البحث عن راسية المهاجم بوشا برناوي لكن يبعد من جانب اللاعب رقم 7 من أبعد الكورة والخطورة داخل أرضية الميدان تصيب لا 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 يا لا 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 أكثر جمالية أكثر صورة أكثر صورة تكون الصورة فنانة نعم داخل أرضية الميدان عبر بطولة عصم يا سادة على كأس عبد الرحمن العجان الطايف كرة هاجرت أرضية الميدان فيها ضربة مرمى لعب اللاعب طاهر بليل أبعدها محمد برناوي يبعد من جانب مروان بكرة عالية بلمسه ضايع سلام الراسيه الهجمه الحاضره في هذه الاثناء الكنترول عادت ليوب برناوي تصيبه لا 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 يا حلوه 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 كانت اللعبه هذه الثابته تحرك المياه الراكده التوجيهات مستمره من جانب حكم اللقاء طاهر طاهر يتقدم طاهر على تثبيت كوره يا سلام لا 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 يوح على هدف سجل يوح على هدف سجل هدف اول من كره ثابته طاهر بليل نعم بليل 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 يسجل اول الاهداف الرقم 10 من كره ثابته يجدد العشره يسجل هدف في مرمى فرقه مباراه ايجابيه لكل احداث يا رميه جانبيه اتلعبت ايوب برناوي يبحث عن ماذا يبحث عن الخطا الحكم ماذا اشار هناك تقنيه الفار وبالفار من الصعب الفرار عبر بث صدم عبر بث ميديتك الحكم يعود للفار الحكم يعود للفار نعم لكي يتابع ولكي يشاهد ولكي يأتي بالقرار يعود للفار ومن ثم بعد ذلك الجمهور يتفاعل مع كل شيء كونه يبحث سيكون حاضر من جانب حكم اللقاء ركلة جزاء ركلة جزاء نعم ركلة جزاء نعم محمد شويتم محمد شويتم الأصوات تتعالم وكرمالي لا 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 عمر يقود هجمه هذه كرة هذه لعبة هذه كرة هذه لعبة عالية راسية لا 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 يا يوم على كرة يوم يا الميدان خطأ كرة ثابتة ولعبة ثابتة خلف الكرة الثابتة في كل مرة مروان يلعب كرة عالية حاضر راسية خلفية لا 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 يا يوم على كرة كان الإمكان في أفضل من مكان كادت وكانت أن تكون الأخيرة اللي فيها الخيرة للكل الأندية ولهذا لفريق صدم ولفرقة كرش يا سادة ينتهي الشوط الأول بنتيجة إيجابية 1-1 هي النتيجة اللي حضرت إيجابية والمستوى والأداء إيجابي داخل أرضية هذا الميدان عصوم على كأس عبد الرحمن الدعجاني الشوط الأول ينتهي بنتيجة 1-1 أوسعكم الله لأسماعكم متعكم الله لأبصاركم ما حيتم لنا عودة في الشوط الثاني بشير محمد سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته المباريات أمتع اللقاءات عبر هذه البطولة نتحدث عن الشوط الثاني صفارة الحكم محمد ثابت والكل يا محمد ثابت وكدش من أمام الصدام وصدى من أمام كدش داخل أرضية الميدان عبر البث المباشر ميدياتيك ومن ثم صدى الجاليات وتقنية الفي آر الحاضرة في جنبات أرضية هذا الميدان عليكم أن تتحركوا لكن ثابت والجمهور يتفاعل مع هذه اللعبة مروان لا 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 يا حلوة كانت اللعبة مجموعة كمتصدر المجموعة هكذا هو الحال للأندية داخل أرضية هذا الميدان البطولة اللي فيها أرقام للأمانة كبيرة جدا أبحث وأنا أقرأ كل هذه الأرقام لكن المباراة ممتعة لا 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 يا
الشباك الجانبي. والمباراة ما زالت ثابتة بالواحد واحد يا محمد يا ثابت. كرة عالية حاضرة عادت من جديد البحث عن صناعة الخطورة. حسان حسان حسان، هل يكون الفارس داخل أرضية الميدان؟ لكن هذه اللمسة مروان، لا 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 يا يوه تأنن فيها مروان محمود. بابوم اللمسة لشهيل، شهيل لبابوم، هجمة في هذه الأثناء بابولي بليب 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 بليب، لكن إبعاد الخطورة خطورة خطورة بابوم يوه على الكورة. بابوم أعطى الإشارة لكي يعود لأرضية الميدان، لكن نبحث عن إشارة الطيران لمربع الكبار. إشارة الطيران جو 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 جو، لا 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 يا يا ولد يا قصير يا مكير. ثنائية، هل هناك ثانية الأهداف؟ قد تكون مباراة 2-1 في هذا المساء، قد تكون مباراة 2-1 في هذا المساء. في الشوط الثاني الوقت هو الوحيد الذي يمضي. لا 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 يا يح على كرة ويح على لعبة يا تمام. تكون على تنفيذ اللاعب رقم 11، اللاعب رقم 11 مروان خلف الكرة الثالثة داخل أرضية الميدان. دردر يقف في الحيط البشري وحيدا، كرة وهدف. لا 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 يا كورتي يا كورتي، حيرتك فاختاري ولا تحتاري. يا كورتي حيرتك فاختاري ولا تحتاري. اختارت الشبكة بعد لخبطة وشخبطة، الهدف الثاني يسجل ما بين العارضة والقائم وحارس الفريق بكرماري. الهدف يسجل وسجل لمروان داخل أرضية الميدان، سجل لمروان داخل أرضية الميدان. الثنائية يا سادة، الثنائية يا سادة، ثانية الأهداف، ثانية الأهداف، ثانية الأهداف، ثانية الأهداف. سجل. يبحثون عن التعديل، يبحثون عن التهديف. أي ليلة كرنفالية في هذا المساء؟ ألم نقل بأنها ليلة الأحد؟ عليك أن تكون واحد الأحد. لا 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 يا يا على كورة. الخسارة في هذا المساء. حتى كرة القدم على المستديرة، يوم لك ويوم عليك ويوم كفاك الله شر.